اسمي هناء الراشد، عندي 33 سنة، خريجة اي تي من جامعة القاهرة. قصتي من الاي تي حزينة أصلاً، هربت من الطب للاي تي لأنه كان عندي منحة دراسية. أعتقد هي الفترة اللي عرفتني أنه أني شخص يحب التصوير. يعني سنة ثالثة جامعة بديت أكتشف أنه عندي ميول، يعني عن طريق الصدفة بالفيس أول ما بديت وكذا. أنا كنت أصور، يعني أصور كل حاجة، سواء بالتليفون سواء بتليفوني أو تليفون أي حد، أيام الماجد وكذا. خلت حد يشتري لي كاميرا من النمسا، كانت كانون كده صغيرة ديجيتال، وبدأت أصور كل حاجة. فأعتقد أنني مدينة للجامعة أنه عرفتني على المصور اللي داخلي. أولاً أنا أساساً ما كنت أشتي آي تي، كنت أشتي إعلام، بس أبي كان رافض فكرة الإعلام وكان يحمس، يعني محبذ أني أدخل مجال طبي أكثر. بس مش عارفة، هربت من الطب للآي تي، بس بالنهاية رجعت للإعلام. يعني اتجهت بشكل غير مباشر للمكان اللي أنا أحبه أصلاً في الأول والأخير. شوفي، في مقولة تقول الاي تي يعمل في كل شيء وفي اي مكان، هذه حقيقة. يعني تقريبا انا من لما تخرجت من الجامعة اشتغلت في كذا مكان، اشتغلت في كل حاجة. وكان اعتقد السبب انني يعني عندي اي تي، لانه بعرف اتعامل مع الكمبيوتر صح، بعرف اشتغل على برامج كثيرة بالكمبيوتر، وبعرف ابعسس يعني زي ما يقولوا فمش شايفة انه صح ما اشتغلتش في التخصص، يعني في لب التخصص، بس برضه خدمني تخصص كثير كثير جدا. يعني خصوصا كمان انه شهادتي كانت مش من اليمن، فكانت تقريبا هي اكبر واسطة تمشي لي دائما في المقابلات في كذا، يعني والحمد لله. يعني أول شغلة قالي بعد ما رجعت تقريبا وقفت 8 شهور، بعدين بدأت أشتغل. والشغل ده قالي من خلال دورة تدريبية، اتدربت عند حد واختار إني نشتغل معه، فتواصلوا معي من المعهد اللي درست فيه وكذا، إنه الأستاذ فلان الفلاني يشتيك تشتغلي معه. فمسكت معه المعهد من وإلى، يعني كان معهد في عدو بدأ يتأسس، وكنت ماسكة المعهد من إلى يعني في قولة القصر. أنا رجعت أساساً على الوضع لسه مستقر، ما فيش حرب، وتقريباً من لما يعني أخذت يمكن أقل من سنة جلست بالبيت ما رضيتش أشتغل بعد التخرج. وبعدين كنت يعني انتقلت من وظيفة لوظيفة من وظيفة لوظيفة، لحد بعدين قلت باي لكل الشغل الوظائف وطلعت البزنس. تقريبا أنا بصور من 2011، وبعدين فترة الحرب وقفت وقربت، يعني بعدين فترة الحرب وقفت، بعدين لما بدأوا الناس يعني ترجع الحياة قربت أوثق يعني تبع منظمات وكذا، وقربت أصور كمان أعراس بس كنت كل ما أقرب الحاجات دي أنا مش هنا، لسه أنا مش هنا. فكنت دايما أدور الفكرة اللي بلاقي هنا في بي، يعني فعلا لحد ما لقيت واحدة من صاحباتي في مصر صورت ابنه في عند مصور يعني هناك في مصر، فرسلت لي كل تفاصيل المكان مش عارف ايش، تقولي تقدري تعملي زي كذا. ففعلا
حسيت انه هي دي الفكره اللي اني فيه بها والمكان اللي اني فيه بها. وفي الوقت ده كنتني اساسا موظفه، فكان صعب انك تيجي تقول في 2018 انه الناس يدوروا الوظائف انت تجي تسيب وظيفه، كان مش امر سهل. سيبت الوظيفه وقررت، قوت قلبي وفتحت المشروع. ها تضحكي تعرفي تغني ولا ما البيتي الكاميرا كنت كنت عندك؟ قلت تعرفين تتغني ولا ما تعرفيش؟ كوكو شوفي الخالة شوفي الخالة. هسي سرعة شو حلوين، فين أسناني؟ رايحة المدرسة؟ قدام المدرسة وزيرة؟ كان الناس يعني متقبلين فكرة تصوير أعراس لأنه مناسبة مهمة، توثيق لأنه حاجة ضرورية، بس إنه تجي تصور أطفال وجلسة كانت تحسي رفاهية وكماليات ما لهاش أي لزمة. أول شهر اشتغلتهم كان ب5000 أو ب15 ب5 بس بعدين 3 أشهر كانت يا إما إنه إما أو إما 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 أني كنت أقول يعني ما فيش يعني إما أثبت هنا إما أثبت هنا. بس بعد 6 أشهر بدأ المشروع يقلب الحمد لله، وبدأت الناس يعني الزبون يجيب زبون وكذا يعني. بس الفكرة الأساس بدأت من وين؟ صاحبتي اللي جابت لي الفكرة في المصور في مصر. اول حد صورته كانت بنوته اسمها جوان، هي بنت اخت صديقتي يعني. فدائما للان اذكر اقول لها يعني ام البنوته نفسها اقول لها دائما يعني اعتقد انه اني مدينه لك، انه انت وثقتي انني كنت فعلا لسه ما عنديش كل حاجه. وبدات تقريبا عندي يمكن 4 ديكورات بس، وحاجات مره بسيطه مثل كرسي او ما فيش بس معي الكاميرا والعده رسمه على اساس ادرس الوضع واقيس الوضع هل الناس بتقبل الفكره او لا. طبعا هو فترة استقالتي هي كانت يعني تقدر تقولي يمكن هي أكثر حاجة صعبة، إنني أفكر إنني كنت أستقيل ما كانش سهل الموضوع يعني. فكان أبي يقول لي أنت دام إنك مش مرتاحة في المكان الآن اتوكلي، يعني مش شرط إنه تيجي على نفسك بحاجة أنت ما تشتهيهاش أصلا. وكنت اكلم صاحباتي واخواتي وكذا كلهم يعني يقول لي اوكي دوسي يعني انت واكثر حد صاحبتي اللي جابت لي الفكره تقول لي بتعرفي تعملي زي والمكان صغير ومش عارف ايش. فاعتقد انه احلى حاجه انه انت لما تبدا تلاقي مش حد، ناس كثيره ممكن تدعمك وتقول لك دوس يعني الحمد لله. مشروعي هو تك استوديو، هو تقريبا اول استوديو متخصص في تصوير الاطفال في تعز والمواليد كمان يعني. ابتديت المشروع تقريبا في نوفمبر 2018. المشروع بالنسبه لي مش بس هو عباره عن مشروع ربحي بقدر ما هو انه احس انه انت تسوي حاجه حلوه للاطفال وللطفوله في الوضع الراهن يبقى تحدي حقيقي بالنسبه لك انت كأي حد مننا الشباب الآن اليمني اللي يعيش الوضع اللي هو حرب ودمار وكل شيء. المشروع طبعا يستهدف من عمر الأيام إلى عمر 10 سنوات تقريبا. هو أسد متكامل موجود عندي يعني عدة اللي هو يعني فكرته إنه مش بس إنه إحنا نصور وخلاص، الصورة تكون حية، الطفل يكون يلعب يتكلم يضحك يعيش الطفل الجو يعني الجو مرتاح، وبعدين احنا نصور يعني في الغالب متوفر ملابس متوفر العاب متوفر البيئه اللي تناسب الطفل. وطبعا معتمده نظام الجلسات بحيث انه الطفل مش نجي نعمل لقطه وروحنا يعني، لا ناخذ وقتنا بالتصوير، الطفل ياخذ يلف في المكان ياخذ وقته ينام يغير ياكل ونطلع بنتيجه حلوه مرضيه سواء لي وسواء للاهل دائما. كبيرة انتي كده صريحة يعني انتي ها ليش عادي قاعدك مع
عجبكش المكان؟ مدة الجلسة تعتمد على الـ الأطفال في الغالب، يعني مثلا المواليد دائما في الغالب بناخذ من 3 لـ4 ساعات بالراحة، على أساس أن الطفل ينام ويكون مسترخي ونقدر نقمطه ويكون بوضعية مرتاحة أكثر، أو في الغالب يعني مش أقل من 2 ساعة يعني الجلسة الواحدة في العادة، حتى للأطفال من عمر 6 أشهر وما فوق، يعني لأنه الطفل يحتاج أنه برضو يكون مرتاح سواء لي أو سواء للمكان، يعني فعشان كذا الوقت شوية ياخذ معنا. أعتقد دائما أحس أنه أي حاجة تلامس، يعني بالنسبة للأمهات تلامس أطفالهم تلامسهم أكثر فيحبوها غصبا عنهم، يعني أحس أنه دائما الأمهات أي حاجة تكون مش بس تخص الطفل دائما تكون كذا ملامسة لهم، فأحس تكة يعني هي اللي خلقت ذا الشيء، يعني خلقت شعور الناس حبوا الموضوع، حبوا المشروع، أقبلوا عليه عشان هم يعني حسوا أنه في مساحة لأطفالهم قادرين يخلدوا لهم لقطات حلوة وذكريات حلوة فعلا بأريحية. يعني غير كذا يمكن يعني السبب الأساسي وراء الإقبال اللي حاصل أنه أني أعطي الطفل يعني مساحته كاملة، يعني الشيء لاقي لي ضربة بالرأس، إيش يلاقي لي كلام، إيش، بس إنه هو بالنهاية طفل، يعني عمري ما بتعامل إنه بصياح أو بكذا أو بقلبس، لأنه الطفل برضه مش زي الكبير، الطفل لازم تكون صادق بمشاعرك معه، فدائما حتى لو إني ضبحانة أو أي حاجة أحس إني هناك أفصل تماما، أعطي له مشاعري كاملة وحقيقية يعني، فأعتقد هذا أكبر سبب، دي أكبر أسباب إنه في إقبال على المشروع الحمد لله. طبعا هو المشروع في البيت، عاملاه غرفة في البيت في المسبح في بيتنا يعني، وأكبر سبب إني مخليها في البيت حوار الأمان، يعني تقريبا إحنا ساكنين في منطقة نوعا ما هادئة، ما فيش اشتباكات، ما فيش يعني أي مشاكل الحمد لله، وأنا حريصة جدا إنه ما أوثق لهش ذكرى حلوة وذكرى سيئة، لا حريصة إنه يعني أوفر له أمان حلو و وجو لطيف يعني وهادئ يعني. شوفي يعني أنا من زمان أحب الأطفال أساسا، يعني أتذكر أول شغلانة اشتغلتها، أول وظيفة يعني ثاني وظيفة رحت أقدم له كنت مرة نفسي فيه، سألتني اللي تقابلني إيش تشتغلي؟ مع من أي فئة بالضبط؟ قلت لها مع الشباب، مع الأطفال، قالت لها إحنا مشاريعنا شباب ومرأة، رفضوني. المهم وهي نفس الوظيفة اللي بعدين سبتها عشان أفتح مشروع يخص الأطفال، فأعتقد إنه أكثر شيء حبي للأطفال أولاً، إني يعني من الأشخاص وعندي صبر عليهم، ثانياً أحس إنه في يعني في قبول لي عند الأطفال، يعني بسرعة الأطفال يدخلوا معي سواء قبل ما أفتح المشروع حتى يعني في حياتي العامة، يعني تلاقي في مباكون ممكن يقولك 5 6 كذا جهال وعاملين حلقة مع بعض ونعيش حياتنا يعني في أي مكان. كيف قدرت تتعاملي مع الأطفال؟ يمكن ده سؤال دائما يطرح لي، يعني وحتى الأمهات مثلا لما يجوا عندي يقولوا لي على فكرة في بك صبر على أطفالنا أكثر مننا. أول حاجة شوفي الأطفال هو السهل الممتنع كذا ببساطة، يعني أنت تقدر إنه تكون صادق مشاعرك معه وحضورك أصلا، بنفس الوقت الطفل بيعطي لك، اعطي له فبيعطي لك، هذا الطبيعي أولا، فأني أعطي له مساحته، أعطي له وقته، وأعطي له إنه مشاعر حقيقية برضه، يعني عمري ما مثلا بيجي طفل من أول ما يجي بروح بحضنه لأنه الأطفال برضه ياخذوا وقت عشان يحس إنه في ألفة وفي صدق مشاعر بيني وبينه، فأعطي لهم مساحتهم الكاملة، يعني أحترم شعورهم وأحترم وعندي صبر برضه، يعني إنه أتعامل معهم، يبكي يغير ياكل، فأعتقد حوار الصبر هو أكبر شيء خلاني أقدر أتعامل معهم. ثاني حاجة أني حابة الفئة هذه، يعني أحب الأطفال ومن زمان نفسي أعمل حاجات تخدم الطفولة في اليمن، يعني فحس أن هذه اللي هي الأول خطوة أو الخطوة الأولى اللي ممكن أمشي من خلالها للحاجات الكثيرة اللي براسي يعني.
أكثر أسباب الحب والصبر اللي خلتني فعلاً أقدر أتعامل مع الأطفال بسلاسة وكذا. مش كلهم طبعاً، في أطفال مثلاً مستحيل يتقبلوني وياخذوا وقت عشان يعني ممكن ما نكملش الجلسة وممكن كذا يعني. فهو الصبر والحب يعمل حاجات كثيرة. في الجلسات بشكل عام ما فيش مواقف صعبة، بس ما بعد الجلسات يعني هي تحصل زي أي شغل يعني تلاقي حاجات كويسة. بس أصعب موقفين طفلتين صغار توفوا من اللي صورتهم، فللآن معلمات يعني بقلبي الموضوع ده. وأني تعاملت يعني فترة فقط، يعني يمكن تقريبا اثنتين صورتها من جلستين، واحدة توفت بأنه شخصوها حمى ومش عارف إيش، والثانية بحادث. فلحد الآن أحس إنه أني لما أتذكرهم أحس إنه في حاجة كذا من قلبتي، فما بالك الأمهات يعني. شكرا. إيه بالك؟ كان إجهانش تحضر إحنا. لو جبنا يزن. أنا مش يزن اللي يتعبوني، تدري إيش اللي يتعبوني؟ أعتقد إنه يعني السبب الأساسي اللي هو خلاني أحب التصوير أو اكتشف زي ما قلت لك في البداية المصور اللي داخلي. طبعا ابي كان مصور يعني، فاتذكر زمان يعني اتذكر الاستديو حقه، غرفه الرتوش، الحبال المعلقه، الصور المعلقه ولما كانوا ينشفوا، علبه الرتوش كمان تقريبا محتفظه لحد الان اني بالكاميرات حقه يعني اللي كان يستخدمهن. وغير كذا يعني تخيل انه يحصل انه يجوا لعندي يصوروا امها جدات، فتجي الجدة تدخل، يعني حصل معي الموقف أكثر من مرة، تدخل الجدة تقول لي أحسن صورة صورتها عند أبوكي. فأكون مرة فرحانة قاعدة أقول له يعني إنه أني امتداد لك، إنه أنت صورت الأجداد وأنا صورت الأحفاد. فيعني وعلى قد ما كان هو زعلان إنه يعني أني الوحيدة اللي من أخواتي ما درسوش طب، بس الآن فخور إنه يعني أني الوحيدة اللي واخذة مهنته وكذا، فحسه مرة فرحان بالنقطة هذه. بس طبعاً ما بنوصلش لمستوى يعني كان هو فنان. وكان تحس انه اللي يربطه مش بس انه يعني صور وخلاص، يعني هو كان حاسس انه يعني يتفنن. فبي للآن حريص حتى لما يصور مثلا بتليفون تلاقيه يصور بنفس الصور القديمة اللي عنده، يعني معه صور قديمة سواء لأصحابه سواء لأهله سواء لناس يعني لسه ذاكرهم بالأسماء، يقول لك هذا فلان وهذا فلان. ولما يتكلم عن 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 الصور هذه ويتكلم تحسك إنه ثروة قومية بالنسبة له، إنه هي فعلا هي ثروة قومية. ودائما أقول له يعني هي لو تعرضت فعلا يعني الاضاءات المضبوطه تحس ان الصور مش مصوره بقد ما هي كانها مرسومه رسم ما شاء الله. الحلو انه المشروع يكبر مع الاطفال، يعني تخيلي انت لما طفله تصوريها مثلا عمره 40 يوم سنه، وبعدين تكبر تجي لك قد عمري 4 سنوات 5 سنوات. فتفاجأت السنه اللي فاتت مثلا على بدايه السنه الدراسيه انه اللي صورتوهم والله يعني بعمر الشهور قد هم كلهم داخلين المدارس، وشوف صورهم في اول يوم مدرسي ومش عارف ايش. حسيت وقتها انه المشروع كبر وانه الحمد لله انه استمر من اللفه لاول يوم دراسي، فحاجه مرات. فترات التوقف هذه يعني حصل انه اخذت اجازه السنه اللي فاتت، وتوقعت تماما انه برجع انه الناس دورت البديل بصراحه يعني. بس تفاجأت انه رجعت والناس منتظراني يعني فعلا، يعني تقريبا وقفت 8 اشهر كنت خارج اليمن.
فالناس منتظرة، يعني منتظرة هنا ومنتظرة متى ترجع تصور ومش عارف ايش. فأعتقد إنه المشروع هذا ما نجحش بفضل هنا ولا بفضل أي حاجة، بقدر ما هو نجح بفضل الأمهات والآباء اللي وثقوا إنه هنا بتخلد لحظات حلوة لعيالهم، أو سواء العيال العائلة. يعني الآن اللي هو الأم تجيب لي أم ثانية، تجيب لي صاحبتي، بنت عمي، أختي، مش عارف إيش. فما أعتقدش إنه تكة كان بيواصل أو بيكمل لولا الثقة حق الأمهات والحب اللي دائما يمنحونه بصراحة. ف thank you يعني لهم على كل حاجة. اسم تكة جاي من تكة، يعني اليوم أنا وإنت وفلان وكلنا بنشتغل ممكن بنفس المجال، بس اللي يفرق شغلي عن شغلك اللي هي التكة هذه. فأني دائما حريصة إنه حتى لو في كثير يشتغلوا بنشتغل بنفس المجال، إنه أعمل تكة إنه أنت لما تجي تشوف الصورة تقول ده حق هنا، يعني ده شغل هنا. فغير فيه بإنه مستحيل أفكر أو أشوف، مهما شفت صور، مهما شفت إنه أعمل كوبي بيست من أي حد، لا. بالنهاية بتلاقيني إنه أشتغل بشخصيتي، بطريقة تفكيري، بإبداعاتي، يعني حتى لو شفت كثير بالنهاية أعمل بالطريقة هذه. فعلمني إنه بلان بي لازم تكون حاضرة دائما. علمني الصبر كمان، يعني مش اللقطة ممكن حتى على مستوى الصورة، مش اللقطة ممكن تجي لك للطفل هذا زي الطفل هذا مثلا. في طفل بسرعة تلتقط اللقطة، في طفل ياخذ وقت. فعشان الحاجات دائما في الحياة الحاجات تاخذ وقتها، وكل حاجة تجي بوقتها، يعني بوقتها المناسب وبنفسيتك انت المناسبة للحاجة هذا. اعتقد اكثر حاجة اليوم احنا نقدر نسوق ونروق خلالها هي السوشيال ميديا، الفيس، انستا، واتس. وبحكم انه مشروعي لسه من البيت فالسوشيال ميديا هي اللي خادماني، بس ان شاء الله قريبا حضر لهم مفاجأة للزباين الحلوين ان شاء الله. طبعا شوف بالنسبة للثيمات انه مثلا لما تشوفي مصورين على مستوى العالم او حتى على مستوى العالم العربي، الثيمات تيجي جاهزة في الغالب وياخذوها من مواقع يعني. بس طبعا لما تجي مثلا تحسبي القيمه حقها هنا، خصوصا في تعز مع سعر الصرف وكذا، تحسي انها مش مخارجه خالص. فكان لابد انني افكر بطريقه مختلفه كيف انني اجيب ثيمات وتشبه، يعني مش شرط انها نفسها بس حاجه مشابهه وتلبي الافكار اللي براسي يعني. فكنت دائما اجيب فكره اللي هو انه أشوف صور من بداية من المواقع اللي تنزل الحاجات سواء فري أو حتى كانت في حاجات تاخذيها بمبالغ رمزية، وأطبعهم على هيئة بنرات، على هيئة أوراق، على حاجات إن تناسب معي وتخدم في بيت. أفكار الثيمات زي ما قلت لك أشوف كثير، بس بالنهاية أطبق بطريقتي. يعني يمكن اليوم أني أشوف إنه تكة بدأ له أثر على المستوى، يعني على مستوى تصوير الأطفال في اليمن. يعني انه تيجي فترات ناس من خارج تعز يستشيروني كمصورات، او بيفتحوا مشروع زي يعني زي تصوير الاطفال وكذا، فيجوا يستشيروني في تعز من الحديده، من صنعاء، من عدن وكذا. فحس انه في بدا اثر على مستوى اليمن. اتمنى فعلا انه يبقى يعني تكة مش بس على مستوى اليمن، على مستوى الوطن العربي بعد كذا يكبر حبه حبه، يعني دوليا واقليميا. حاجه حلوه. اللي يخلي دائما شغلك يعني ينجح، اولا ايمانك بنفسك وايمانك باللي انت تقدميه هو هذا. ثاني حاجه الحسبه الصح، ادرسي السوق صح، ادرسي ميزانيتك صح، ادرسي ظروفك صح، وادرسي ايش الاحتياج اللي فعليا السوق يحتاجه، مش بس مشروع كلهم عملوا زيه ويلا نعمل زيه. واهم حاجه كمان انه قدمي خدمه جديده، وزي ما قلت اول في بتكتك انت الخاصه. حس انه لما يكون عندنا ستايلنا الخاص في اي حاجه هي اللي بتخلي مشروعك ينجح ويستمر ويكون له صدى في المجتمع. 1 2 3 اسنانكم أصعب حاجة تقريبا، يعني في صعوبات كثير تواجه تكة يعني، وأي مشروع تقريبا يتفتح في اليمن وفي تعز يعني على وجه الخصوص. يعني أول حاجة موضوع الصرف، موضوع الصرف واختلاف الصرف ما بين تعز وصنعاء وكذا عامل لنا للأسف أزمة يعني.
وخصوصا انه اغلب الحاجات الان الكويسه ممكن نجيبها من صنعها ببساطه يعني. ثانيا صعب انك تجي تثبتي انه ثبتي بالعمله حقنا بالعمله اليمنيه، لانه انت لو ثبتي سعرك بالعمله اليمنيه بالنهايه ما فيش اي فائده او دخل. كمان زي ما قلت يعني احس انه كنا ممكن يعني تكه يتوسع اكثر لو الوضع ما فيش حصار وما فيش كذا، الوضع يعني سالك. لكن موضوع الحصار انه في ناس كثير تراسلني من الحوبان، من عدن، من اب، من صنعاء، انه كان نفسي صور عندك بس ايش بينزلنا او كذا. فاعتقد موضوع الحصار والوضع الاقتصادي ده اكبر معيق اللي هو يخلي الحاجات الباقيات كلها تعيق المشاريع للاسف الشبابيه يعني.